بسم الله. ممكن تكون انت عايز تظهر او تخفي اي حاجة من الحاجات اللي هنا ديت، او تكبر ديت او تصغرها. ف تعالى هنا، تمام، هتلاقي هنا الميرور بارس، تقدر تكبرها زي ما انت عايز بشكل كبير دوت، او تصغرها خالص زي ما انت حابب. هنا الاتريبيوت زي الدايمنشن او الكتابات، تقدر تخفيها خالص او تظهرها لو انت عايز. البرسبكتيف، التولز زي الفيدباك اللي هو هنا دوت، اللي هي دي الفيدباك ده، لو انت عايز تبعت رسالة تقول له مثلا ده في حاجة غلط في البرنامج او في حاجة مش مظبوطة، فممكن تخفيه من هنا اهوت بالشكل دوت. النافيجيشن، تمام، تقدر برضو تخفيها. الجريد، تمام، الجريد ممكن ميكونش باين هنا، بس لو انت خرجت برا هتلاقي الجريد دهوت، تمام، اهو تقدر تخفيه. الريال فيو اللي هي اللي تحت ديت، الزرار بتاع اندو ريد اللي هي تحت خالص اهيت، تمام، اندو ريدو فيو كيوب اللي هو فوق على اليمين، الويلكم سكرين، تمام. كل حاجة دي تقدر تخفيها وتظهرها بحيث ان انت توسع مساحة العمل او انت محتاجهم زي ما انت عايز.